في العاصمة السودانية الخرطوم، وإلى أي مدى ربما جاءت متوقعة في هذا الظرف؟ ومحزنة جدا، بالذات مقتل مواطنين سودانيين يتظاهرون من أجل قضية إسلامية وفي عاصمة حكومتها إسلامية ينبغي أن تكون أقرب للقضايا الإسلامية. هذه الصورة من كصورة عامة، لكن بالتأكيد منظمي المسيرة لم يكونوا يخططون لمسائل الاقتحام وإضرام النار وغير ذلك. وبالتأكيد الشرطة السودانية لم تخطط لقتل المتظاهرين، هذا إن ثبت أن ما حدث هو كما قالت بعض الفضائيات أنها دهس أو قتل من الشرطة السودانية. الحالة تشبه توصيف فقهي تاريخي إسلامي قديم، وهو يسمى بشهيد قتله مجاهدون، باعتبار أن الذين مارسوا حقهم فلت أمرهم في السفارة الألمانية واحتلوها وحرقوها، فلم تجد الشرطة السودانية في السفارة الأمريكية بدا من أن تنتظر حتى تفلت أعصاب المتظاهرين أيضا في الشرطة في السفارة الأمريكية، فقامت بهذا التصدي العنيف. هذا هو التفسير الأول لهذا الموقف، نعم. لأنه إن حدث شيء في السفارة الأمريكية مثل ما حدث في السفارة الألمانية ستتحمل حكومة السودان مسؤولية. من ناحية فقهية أيضا، كثير من منظمي هذه التظاهرات يصرون على أنها تكون سلمية، ولديهم في ذلك فقه أن التعرض للدبلوماسيين الذين ينالون حماية من الحكومة نفسها هو بالتأكيد يعتبر جريمة شرعية، لأن من نعم، منح هذا ربما قد أماناً. يأخذنا إلى منحى آخر، لكن يعني نعم، وقد تثبت أيضا بعد ذلك التحقيقات من قتل من وما إلى ذلك، لكن هذا المشهد نعم، بشكله الحالي اليوم في الخرطوم إلى أي مستوى يمكن أن يتطور؟ لا، هو بالتأكيد سيتطور، وينبغي أن تنظم مظاهرات وأن يكون هناك ضمان لسلمية هذه المظاهرات، وأن يكون منظمي هذه المظاهرات لديهم قبضة وإحكام أكثر على مسيرة سلمية المظاهرات، وألا ينساقوا مع العواطف ويتقدموا إلى الأمام، فتجد الشرطة في نفسها في موقف لابد أن تحمي الأشخاص الذين دخلوا السودان بإذن الحكومة السودانية وبضمانها لرعايتهم وفق عهود ومواثيق دولية في حالة تشبه حالة الأمان الممنوح من قبل الحاكم المسلم لغيره. إذا لم تنظم المظاهرات بطريقة سلمية، وإذا لم تكون الشرطة لديها أساليب محددة في فض التظاهرات بطريقة سلمية، قد تحدثنا من قبل كثير عن أن حق التظاهر أصلا لم تحدث له معالجة في الدول العربية التي لم تتأثر بالربيع العربي وتنتظر دورها، لأنه لا ديمقراطية ولا حكم مدني حديث بدون حق تظاهر مكفول في الشعوب، ولا يوجد حق تظاهر بدون معادلة سياسية ينتجها الواقع طيب، السياسي هذا عبر المشهد، نعم، هذا المشهد الذي نراه على الأرض وهذه التظاهرات وردود الأفعال المختلفة، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على مستوى المواقف السياسية؟ حتى الآن اعتذر السفير الألماني وكذلك القائم بالأعمال الأمريكي، ومن قبل اعتذرت الحكومة الأمريكية عن الأمر بل وصفته بالمقزز، والآن كما تابعنا الحكومة السودانية سيد رحمت الله يقول أنه حرية التعبير لا تبرر ما جرى. يعني إلى أي مدى يمكن أن تتحرك المواقف السياسية إزاء هذا الأمر إذا تصاعد هذا الضغط الشعبي في كل العواصم الإسلامية؟ أنا لا أحتفل كثيرا بمواقف الرسمية الأمريكية الظاهرية، اعتذار من كلينتون، اعتذار من السفير الأمريكي أو القائد الأعمال الأمريكي بالخرطوم إلى غير ذلك، لأن من يسندون هذا الفيلم في أمريكا أقوى. يعني إذا كان النائب فرانك وولف الجمهوري في الكونغرس هو الذي يرعى مجموعة الأقباط في المهجر الأمريكي، وعلى رأسهم موريس صادق صاحب الموقع الشهير الذي تحدث فيه عن الفيلم، نعم، وعدد منهم عصمت زقلمة الذي أعلن نفسه رئيسا للدولة القبطية في مصر في يوليو 2011،
وهو مخطط متكامل، وهو ليس الفيلم الأول بالمناسبة، هذا الفيلم الثالث، قبله فيلم كرتون وقبله مسرحية، وكل هذا الكلام منشور في المواقع المعادية للإسلام والمسلمين، والتي يرعاها النائب الأمريكي فرانك وولف. وفرانك وولف هو الذي زار جبال النوبة بالمناسبة، دخل من دولة الجنوب ومعه الصحفي الأمريكي نيكولاس كريستوف، وتحدث في فيلم أو في فيديو في أمريكا في محاضرة عن أن جبال النوبة هي مملكة كوش، إلى غير ذلك من المزج الديني السياسي الذي تقوم به لوبيات محددة في أمريكا لديها أهداف قريبة، وهي كبح جماح الصعود الإسلامي في مصر ودول الربيع العربي، نعم، طيب ما وأهداف الذي، بعيدة. نعم، ما الذي يمكن إذا، نعم يعني أعتذر لضيق الوقت، ما الذي يمكن أن يرضي هذا الشارع الغاضب في كل العواصم الإسلامية؟ يعني هل تحرك قانوني على غرار مثلا يعني قوانين معاداة السامية في الغرب يمكن أن يكون مرضيا لكبح ربما مثل هذه التجارب المواقف مستقبلا؟ الرسمية الأمريكية ستخفف من الغضب نعم، ولكن مثل ما حدث أقصد في قصة التحرك الرسول. القانوني يعني. لا، التحرك القانوني ينبغي أن تقام دعاوي داخل أمريكا وخارجها، لكن ينبغي أن يتم تنظيم المظاهرات للتنفيس عن هذا الغضب. الحديث عن كبت الغضب أمر غير ممكن أصلاً، لم تنجح أي حكومة في أي دنيا في كبت أي شارع، وإذا كانت هي حكومة مصر الإسلامية وحكومة السودان الإسلامية كيف ينجحان في كبت مشاعر إسلامية؟ الحل هو في معادلة أفضل في موضوع حق التظاهر تستوعبها الحكومات، خاصة الحكومة السودانية، لأن هذه المرة جاءها التظاهر من المساجد وليس من ندوات المعارضة ولا غير ذلك، وبشعارات ترفعها الحكومة ذاتها ومن قواعد الحكومة ذاتها. ينبغي أن يتم إنتاج معادلة سياسية آمنة التي ظل الناس يؤجلونها كثيرا في التعامل مع حق التظاهر، وأن يكون حق يمارس سلميا ويعود المواطن إلى داره سلميا دون تخريب وغير ذلك، بمعنى أن الحكومة الآن هي الأحوج إلى تنظيم حق التظاهر من المعارضة نفسها، لأن الأمر بات يهدد استقرار البلاد. أستاذ مكة المغرب